ما يحدث الآن من ارتفاع في أحكام الإعدام حتى على أطفال دون 18 سنة يثبت عدم نزاهة القضاء السعودي وعدم استقلاليته، وأنه قضاء مسيس يتبع أوامر الحاكم الذي لم يسبق أن كان بمثل هذه الوحشية والديكتاتورية، وأغلب التهم التي يتم القضاء فيها بالإعدام متعلقة بحرية التعبير. على الشعب التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني لإيقاف هذا السلوك القمعي من قبل الحكومة السعودية. أوقفوا حملة الإعدامات ضد شعبنا.